مساء الخير. امبارح كان في اجتماع الفيدرالي الامريكي واقر بتخفيض سعر الفايده مره اخرى بنصف نقطه مئويه ووصولها ل 1%. طبعا ده ليه تداعيات على البورصات كلها، خصوصا البورصات الاوروبيه وايضا على بورصتنا، ويمكن على اجتماع لجنه السياسات بالمركزي المصري فيما بعد كمان هنتوقع رده فعل ايضا لاجتماع الفيدرالي الامريكي وهذا القرار. القرار ده كمان يعني ممكن يكون بينذر بانه تداعيات كورونا بدأت فعلا تدخل في يعني مكانة أكثر حساسية أو أكثر إضرارا، بأنها بتبشر ربما بركود عالمي أو أزمة عالمية جديدة ربما ممكن تشابه لأزمة 2008-2009. يعني في ضبابية كبيرة في المشهد بسبب إعلان أيضا كورونا أنه وباء عالمي وتداعياته الاقتصادية الكبيرة جدا. النهاردة البورصة المصرية أنهت على التعاملات على تراجع، وتراجع المؤشر الرئيس EGX30 بنسبة 1.9% وأغلق عند مستوى 12182.46 نقطة. انخفض المؤشر EGX100 الأوسع نطاقا ب 0.65%، سجل عند الأغلاق 1243.81 نقطة. انخفاضات شاملت مؤشر EGX30 كابيت محدد الأوزان النسبية ب 1.34%، وأنهى التعاملات عند مستوى 13940.77 نقطة. وأيضا على العكس ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة المتوسطة EGX70 وأنهى التعاملات عند 1141.32 نقطة. هنتحول لقائمة القطاعات الناشطة في سوق اليوم، وكان قطاع البنوك هو الأنشط وتصدر القائمة ب 35.21%، تلاه قطاع أغذية ومشروبات وتبغ ب 10.9%، ثالثا قطاع موارد أساسية ب 10.2%، رابعا قطاع عقارات ب 9.90%. بالنسبة لفئات المتعاملين داخل السوق، كان اتجاه المستثمرين المصريين اليوم نحو الشراء واستحوذوا على النسبة الأكبر اللي بلغت 75.44% من إجمالي التعاملات، بينما اتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع مستحوذين على 22.57%، واتجه المستثمرون العرب نحو البيع أيضا مستحوذين على 1.99%. ما زلنا مع فئات المتعاملين من داخل السوق، والمستثمرون الافراد مالوا النهارده نحو الشراء وحصلوا على 10.98%، بينما اتجهت المؤسسات نحو البيع واستحوذت على 89.1%. عن الاسهم الاكثر ارتفاعا، تصدرها سهم ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ب 8.24%، ثم مينا للاستثمار السياحي العقاري ب 7.78%، ثالثا سهم العبوات الطبية ب 6.81%، رابعا سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي ب 6.74%. على العكس، الأسهم الأكثر انخفاضا تصدرها سهم العربية للصناعات الهندسية ب 9.98%، تلا سهم دلتا للطباعة والتغليف ب 8.68%، ثالثا سهم رايا لخدمات مراكز الاتصالات ب 6.60%، رابعا سهم السويس للإسمنت ب 5.5%. هذا وقد بلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 636.5 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 2.2 مليار جنيه، منها 1.7 مليار جنيه تعاملات لسوقي السندات المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل الملكية بسوق خارج المقصورة. خلينا نستوضح ده أكتر، وزي ما قلنا أثر وتداعيات الخفض، إذا كان خفض نسبة الفايدة للفيدرال الأمريكي أو تداعيات إعلان كورونا كوباء. من ضيفنا الكريم اللي مشرفنا النهاردة دكتور وائل النحاس خبير أسواق المال. دكتور مرحبا بحضرتك. أهلا بيك وأهلا بسادة المشاهدين. خلينا طب نبدأ النهاردة مع يعني رغم أن كل ده مش بعيد أو ليس بمعنى عن البورصة المصرية، والنهاردة كانت ردة فعلها هل كان مباشر لخفض سعر الفايدة امبارح من الفيدرال الأمريكي، ولا إحنا لسه في الموجة العرضية الضخمة جدا ومن أثر فبراير أو فقراير اللي بتسموه هام البورصة؟ هو في البداية طبعا كان في الحالة السابقة تقريبا منذ فترة حوالي شهر ونص كنا تحدثنا أن تقريبا السوق المصري بيمر باتجاه عرضي ضخم جدا ما بين منطقة 12,000-12,100 حتى منطقة 15,350، وبالفعل حصلت الأحداث بتاع كورونا بالخاصة الكوركشن العنيف للأسواق في تاريخ تقريبا حوالي 19 فبراير أدى إلى هبوطنا بسرعة العنف أو البيع العنيف جدا اللي حصل لغاية ما وصلنا إلى منطقة قرابة حوالي منطقة 12,000-12,100 اللي هي منطقة الدعم الرئيسية لاتجاه العرض الضخم اللي احنا بنتكلم عليه. طب هل بالفعل احداث كورونا اثرت بالسلب؟
اثرت بالسلب على اقتصاديات العالم بكامل واثرت بالسلب على بورصات العالم. بس السؤال يا دكتور هنا، هل فعلا ممكن تؤدي لركود عالمي او ركود اقتصادي عالمي جديد زي 2008 ازمه اقتصاديه عالميه فعلا؟ طبعا ده ممكن تؤدي لازمه كبيره جدا، وده تقريبا الهلع اللي حتى عمله البنك الفدرالي امبارح. احنا بنتكلم هو ليه قبل ميعاده قرر ان هو ينزل 0.5% مره واحده، ده ميعاد يوم 17 او 18 مارس تمام. فبالتالي ان هو يفاجئ مره واحده في التخفيض ده معنى كده ان هو ده بينذر او شايف في حاجه جايه قريبه جدا، فبالتالي بيحاول يسبق الاسواق بالكامل، فبيحاول ان هو يخفض سعر الفايده للرقم ده كله. ولكن هو طبعا كمرحله لازم ندرس ليه الاسواق الماليه بالفعل انخفضت بالامس برغم تخفيض سعر الفايده عكس عقارب الساعه، المفروض كانت البورصه تطلع انما انخفضت. وده بيرجع بالفعل ان حصلت هزه لترامب في المناوره السياسيه او مرحله الانتخابات الحزبيه ما بين الجمهوريين وما بين الديمقراطيين، وفوز بايدن باكتساح كبير جدا بالامس، ده ادى نوع من بعض المخاوف لاستمرار رحله الجمهوريين داخل الحكم الامريكي، وبما فيهم يرتبط بهم بما اعمال داخل البورصات او هم النار او وقود البورصات في العالم بكامل تمالي بيبقى الجمهوريين. فبالتالي المخاوف دي هزت ترامب في هذه الرحله بالامس ادت الى انهيار البورصه الامريكيه لهذا الرقم او الانخفاضات الحاده اللي احنا شفناها اللي هي تقريبا قربت حوالي 700 وشويه نقطه او قربت حوالي 3%. بنتكلم النهارده بالفعل السوق عزف عن فرحته بالفعل ان هناك منافسه جديده وان هناك بالفعل عائد بالفعل هيبقى احسن بالنسبه للاسهم الموجوده من عوائد البنكيه وحتى بالنسبه للسندات. بنتكلم على سبيل المثال مثلا السندات 10 سنين نزلت تحت 1% بالرغم ان انا النهارده عندي العوائد داخل البورصه الامريكيه اعلى من كده ب 2.3%، فبالتالي اصبح النهارده الاقبال على الاسهم داخل البورصه الامريكيه اقوى. ولكن ده مش معناه ان امريكا او البورصه الامريكيه نهت عمليه التصحيح. احنا بنتكلم عمليه التصحيح بالنسبه للدو الامريكي عنده 26900 اللي عملها وابتدى يعمل كوركشن لغايه 25700 ثم معاود الصعود مره اخرى، بس عنده اكتر من رحله للهبوط تحت، لسه عنده 25700 مره اخرى، عنده بعد كده 24700، عنده 23700 ثم محاوده مره اخرى الانطلاق. احنا ممكن نتاثر بالدورات دي او بالهزات دي كلها، ولكن تاثرنا هيبقى ممكن بسيط. ممكن لكن مش مؤكد. لا احنا ممكن ليه اللي احنا بنقول احنا سبقنا البورصات دي في الهبوط بقى لنا تقريبا حوالي 5 6 شهور، سوقنا واخد كيرف هبوط ونازل من منطقه 15350 لغايه منطقه الاتجاه العرضي بتاعي اللي هو نفس القصه برده من منطقه 29500 حتى منطقه اللي هي قربت حوالي ال 26700 عمل فيها. ولكن البانيك اللي عمله تحت او الهلع اللي حصل تحت بالنسبه للكل اللي حصل ونزله منطقه 24700 ده قدر ان هو عن طريق كوبوناتشي اللي 1% يبتدي يرد تاني للمنطقه دي وليس منطقه 8 هي رده من انهيار كان عنيف جدا داخل الاسواق وليس ارتفاع الاسواق الامريكيه بالكامل. طب احنا بالنسبه لنا احنا هل بالفعل في البورصه في منطقه امان ولا مش امان؟ طب المستثمر المصري الصغير والكبير هيعمل ايه بالظبط؟ ده السؤال. لو جينا لاحظنا حاجه مهمه جدا لما نيجي نتكلم النهارده على جلسه النهارده، حجم التداول كله تقريبا قرابه حوالي 500 مليون جنيه، ولكن يهمني حاجه مهمه قوي، عدد العمليات 18000 عمليه عاملين 155 تقريبا مليون سهم، قرابه 155 مليون. معنى كده ان ابتدى النهارده حيتان السوق ابتدى يخشوا تمام، وبالاخص ان معظم النهارده الافراد هم المشترين. بس هنا في حاجة سوري يا دكتور انا قطعت حضرتك، هو الافراد بيحركوا السوق بقى لهم فترة بالفعل، الافراد النهاردة عشوائيتهم بتهز السوق تمام، لان زي ما بقول لحضرتك عامل بالظبط زي النار اللي ولعت في قلب اوضه وكله عمال بيجري زي ما بيجري تمام. ولكن احنا بنتكلم النهارده بالفعل الحيتان الكبار او كبار المتعاملين داخل السوق هم بقى لهم فتره كبيره جدا كانوا بيخرجوا بالفعل من السوق المصري. الشراء اعتقد في المنطقه دي هو شراء تراكمي، وبالاخص ليه؟ لو انا شفت النهارده عندي نوعين من الاسهم، عندي اسهم بتسبق المؤشر في ارتفاع وعندي اسهم بالفعل اللي هي القياديه اللي هي بتتحكم في نسبه في المؤشر فيما فوق لغايه 60%. لو قارنا الاسهم دي اللي هي بتسبق المؤشر في الارتفاع والاسهم اللي هي تقريبا وزنها عالي في قلب المؤشر تصل 60%، اعتقد ان احنا فضلنا فيها من 8 الى 12% فقط لا غير. فده بيديني ان انا قربت للقاع الحقيقي بتاعي، ممكن يبقى ال 12 ممكن يبقى 11800 انما انا قربت تمام. عندي بقيه الاسهم اللي هي موصل 40% اعتقد دي لسه فيها من 18 لقرابه حوالي 25%. واعتقد ان دي تقريبا هي مسؤوليه بقى ايه المضاربين العنيف، مسؤوليه الافراد الكاش اللي هيبتدي مش هيخش لبعض دوره راس مال يخش يطلع الاسهم الاولانيه اللي هي الكبيره او حتى الاسهم اللي هي بتسبق المؤشر ثم عودتها مره اخرى لهذه الاسهم مره ثانيه. انما احنا بنتكلم النهارده ان بالنسبه للاسهم القياديه احنا فاضلنا من 8 ل 12% اعتقد ده كبرها قوي في الهبوط تمام. عندنا الاسهم اللي بتسبق برضو من 8 ل 12% اعتقد نبتدي نركز على الاسهم دي لان هي دي تقريبا هي القاطره اللي هتقدر تجرجر لي السوق للارتفاعات مره اخرى او على الاقل هتوقف نزيف الهبوط اللي احنا بنتكلم عليه. طيب السوق النهارده هل هو معبأ باعباء بالفعل؟ اعتقد الكول اللي اتعمل تمام، الكريدت اتسحب
طيب تخارج الاجانب والمؤسسات بقى لهم فتره هم والعرب بيخرجوا بالفعل، وده باين حتى في استردادهم او حركه الدولار العكسيه داخل الشارع المصري. فاحنا بنتكلم النهارده المخاوف داخل البورصه المصريه اعتقد قربت تتلاشى، واعتقد ان احنا قرب نص مارس ممكن نبتدي نشوف الاتجاه الصاعد او على الاقل وقف النزيف او الاتجاه العرضي اذانا اللي بدا النزيف اللي احنا اللي تكبدته من الشهور اللي عدت. يعني انا بالنسبه للربع الاخير ده انا متفائل ان احنا ممكن نقفل على ارتفاع على الاقل، او حتى نبتدي من اول الربع الجديد من هو من اول اربعه يبقى السوق عندنا ان شاء الله باللون الاخضر بالنسبه له. فعشان كده بنبتدي نقول نبتدي من النهارده نركز في اسهمنا كويس، نبتدي النهارده نوزع الريسك على المحفظه بتاعتنا كويس، نشوف الدنيا فيها ايه. الهلع العالمي ده كله بالكامل النهارده مش هياثر على البورصات بتاعت منطقه الشرق الاوسط، لان هي تقريبا داقت مراره سحب الاموال وسحب السيوله منها والكراشنج اكتر من الاسواق العالميه بالكامل بما فيه الكفايه. ولكن المخاوف النهارده مش من عندي من البورصه نفسها، انما المخاوف بقى على اقتصاديات العالم بالكامل اللي هي ممكن تتاثر، وده كان واضح واللي اكيد هنتاثر بيها يعني. بالفعل، وده كان واضح من تصريحات صندوق النقد والبنك الدولي تقريبا من حوالي ساعه في تصريحاته، من ربما ان يكون هناك بالفعل وباء هو اسمه الكورونا، وربما ان يكون هناك بالفعل عدم احتساب حتى الان المخاطر التي تضرب اقتصاد العالم في الفتره الحاليه. من الممكن احسابها اعتقد ان هو من ابتداء من نص ابريل من الممكن العالم يبتدي يحسب بقى الارقام بتاعته والخسائر بتاعته تبقى قد ايه. طيب حضرتك هنا بتتكلم عن ان احنا ممكن نشهد موجه صاعده ثانيه بعد الكوركشن ده والموجة العرضية القوية جدا دي من نص مارس لأبريل. احنا هنا في أبريل بنتكلم عن انتظارنا لشهر رمضان، وطبعا شهر رمضان اللي بيبقى فيه لحد كبير هدوء كبير جدا نسبي في السوق، فهل ده ممكن يأثر ولا لا؟ اعتقد لا، رمضان السنه دي ممكن يكون اقوى. لا، رمضان السنه دي اعتقد هيبقى جيد جدا بالنسبه للمتعاملين داخل البورصه المصريه، وبالاخص ان الدوله المصريه لازم تبتدي تشتغل في موضوع برنامج الخصخصه، واعلنوا بالفعل في نص اربعه تقريبا بنك القاهره، معنى ان في بنك القاهره وابتدوا يحددوا مواعيد وابتدوا يحددوا نسب شرايح مين المتعامل الرئيسي ومين الافراد والكلام ده كله، يبقى في تجهيزات هتبتدي تسبق في نص السوق. ابريل المفروض ده منتظر يعني خلاص ابتدى اعلنوا الرقم اعلنوا التاريخ تمام واعلنوا النسب واعلنوا الحصص، يبقى في تجهيزات، يبقى الدوله المصريه النهارده اصبحت مستعده بالفعل النهارده. مش هتقدر حتى الدوله حتى يعني تجزؤا للتصريحات انها تطرح البنك ده في ظل سوق بينهار او ظل سوق سيء. يعني المفروض يكون في فيجن او رؤيه فعلا بالفعل. لانه مع الاحداث القائمه بالفعل، وده تقريبا اشبه حتى كان سوق سيء جدا في وقت ما اتكلموا في موضوع مصر الجديده، ما نجحتش مصر الجديده في الطرح بتاعها تمام. كان في فتره كان السوق عندنا نوع من انواع الجيد ولكن ما كانش في مشتري، ولكن تم تمرير صفقه شرائيه الدخان ولكن الحكومه مررتها على سعر يختلف عن سعر السوق. خلينا نتكلم النهارده ان الفتره اللي جايه تقريبا بالنسبه للبورصه المصريه خلينا ندرس موقفنا كويس، نتبع سياسه الحيطه والحذر، انما المخاوف اللي احنا كنا مستنيينها بقى لنا فتره كبيره جدا اعتقد ان هي حصلت خلاص. حاله الهلع هتبتدي تبقى فيها نوع من انواع الوتيره النسبيه قليله شويه، كل خلاص حسب حساباته، اللي سحب فلوسه، الخسائر اصبحت محسوبه في المحافظ، فبالتالي انا مش شايف النهارده الهلع الكبير جدا هيقدر يضرب الاسواق المصريه. لا قدر الله، لا قدر الله لو جت ظروف اصعب وابتدى الموضوع بالفعل انتشر في منطقتنا ومنطقه اللي حوالينا وحتى داخل الدوله المصريه، اعتقد ان اقصى انخفاض ممكن نحن نوصل له كمؤشر وليس كاسهم اعتقد منطقه ال 10.5 11000، ده اعتقد ان اسوأ تقريبا توقع ده ممكن الاحتمال اسوأ سيناريو انه ممكن للهبوط. عشان كده بنقول يعني الشراء النهارده اصبح تراكمي، عدد العمليات النهارده زي ما قلت لحضرتك 18000 عمليه ب 155 مليون سهم، اعتقد هنا الحتتين ابتدوا يخشوا في السوق المصري وابتدوا يشتروا شراء تراكمي زي ما قلنا من 8 ل 12%، ممكن ان انا النهارده اخد كتف سنه بسيطه واخد بالك، بس ابتدت النهارده كبار المحافظ تخش داخل السوق المصري. حركه بقى الصناديق عندها بالفعل استرداد، مش هنقدر اقول. طب قبل ما نروح للصناديق احنا هنتكلم عن بنك القاهره وتوقعات حضرتك للطرح ده، انه حضرتك بتتوقع نجاحه، هو متوقع منه تقريبا جمع 500 مليون دولار، هل ده ممكن في ظل اخطار او اعلان كورونا كوباء؟ هقول لحضرتك على حاجه مهمه جدا، اعتقد ان في طلب تقريبا وده مش سر يعني حرب ان هنعلنه، ان في طلب تقريبا لدى البنك المركزي لشراء تراخيص بنوك قرابه حوالي 24 بنك دولي تمام، عايزين يخشوا داخل السوق المصري تمام، وهم يهمهم التعامل مع ريتيل داخل السوق المصري تمام. فبالتالي ان انا النهارده بنتكلم على الحصه بتاعت بنك القاهره اعتقد انها تقريبا يتم الاتفاق عليها ما بين الروتشو اللي حصل مع مدير الاستثمار او مدير الطرح وما شابه ذلك. حته الافراد ان هم يبتدوا يشتغلوا النهارده على بنك القاهره اعتقد نجاح الطرح النهارده بالنسبه لتغطيه المؤسسات او بالمستثمر الرئيسي اعتقد هيأثر بالاجابه على الافراد. شايفين النهارده بنك التجاري الدولي بيقود السوق المصري بقوته الموجوده، واعتقد من الممكن ان يكون البنك المصري الاخر الموجود حاليا هو بنك القاهره، يبقى هو بالفعل النهارده البنكين دول هم اللي بيسندوا القطاع المصرفي داخل السوق المصري في البورصه المصريه. يعني بالنسبه لبنك القاهره انا متفائل بالنسبه لطرحه، والا الدوله ما كانتش حددت مواعيد ونسب، في دراسه في شغل اللي حصل الروت شو اللي تم بالفعل من الممكن يكون غطى جزء كبير جدا من الطروحات. بالنسبه لتحديد المواعيد والنسب
اعتقد ان تم التسعير والموافقه على التسعير من قبل المستثمرين. فبالتالي هنا بنتكلم ان الفتره اللي جايه ممكن نشهد نوع من انواع الطروحات، وبالاخص ما قدمناش مع صندوق النقد عشان يبقى لهم حصن النوايا غير الفتره الجايه قبل 30/6. فلازم النهارده ننجح ان احنا بالفعل طرحنا كمان بنك القاهره وماشيين في رحله الخصخصه او استمرار موضوع ان الدوله بتتنازل عن حصصها في داخل القطاع العام وقطاع الاعمال او حتى بالنسبه للجهاز المصرفي للدوله المصريه. وما زلنا حتى بالان بنقول ان حتى القانون الجديد بالنسبه للبنك المركزي اللي هيتم طرحه الفتره الجايه بينص على انشاء اونلاين بانكينج. يعني بنتكلم ان اذا كنا بنتمتع مع الاسف بمسمى خطا في مصر اونلاين بانكينج، لا هو اللي في مصر هنا اسمه بورتبل بانك، تمام؟ البنك الابلكيشن بتاعه والخدمه دي اسمها بورتبل بانك وليس اونلاين بانك. الاونلاين بانكينج تقريبا هيبتدي يدخله بعد التراخيص الجديده اللي هيبتدي يسمح لها البنك المركزي الفتره الجايه. فاحنا داخلين في منافسه كبيره جدا بالنسبه للقطاع المصرفي، فالدوله المصريه بتبتدي تجهزه من النهارده عشان تقدر تواكب التحديات والتحديثات على مستوى العالم الكامل. طيب خلينا نروح سريعا لحمله البورصه المصريه وهي اشتري سهم تبقى شريك، اللي بدات تجمع تقريبا حوالي 1434 مستثمر جديد. هل حضرتك بتشوف ان البورصه الحمله دي ممكن يكون ليها اثر ايجابي اكتر في انها تجمع عدد مستثمرين اكبر للبورصه في هذا التوقيت بالذات؟ هو انا محتاج المستثمر من صغير ولا كبير؟ هي دي المشكله. ده سؤال برضو تاني مهم. دي نمره واحد. وبعدين الحمله فيها اخطاء قانونيه كتيره جدا. انا مش ب 200 سهم هحاسب رئيس مجلس اداره والشركه واقول ده اشتغل واقول ده ما تشتغلش وانا عايز اغير اسم الشركه. ازاي ما تعرضتش على مش عارفين هي طبعا في البدايه قبل، لان الحاجات دي بتبقى حساسه جدا جدا. انا كده هتحصل طبعاً مشكله ما بين كمان العاملين لو يمتلكوا اسهم وبين الاداره بالزبط. انا بخلي ده يتهجم على ده وتبقى النهارده ما فيش حوكمه وتبقى العمليه فوضى. الحمله الاعلانيه نفسها نزل في التوقيت بتاعها مش مناسب، ده نمره واحد. نمره اثنين، اسلوب الحمله الدعائيه ما كانش بالاجاده الجيده كده. حضرتك بتقول انها كمان غير دقيقه بالفعل. ابو 1200 جنيه النهارده عملت 300 جنيه، يعني انا خسرته في التوقيت ده. فاحنا بنتكلم النهارده استاذ شريف واستاذ بدوي واللي اشتروا بشركه الاسكان وشركه الشحن، احنا بنتكلم عليهم النهارده على الواقع. راح يقولوا رايهم في انما اللي عايز يغير اسم الشركه واللي عايز يشغل موظفين يقولوا عشان تاخد بونص، ده مش وظيفه المستثمر. ابو بتنسى تمام، دي حصه استراتيجيه فوق ال 10% لراي والكلام ده كله. فاحنا بنتكلم النهارده يا ريت يبقى نظره جديده النهارده احترافيه، وانا عيني النهارده مش على السوق المحلي، انا عايز النهارده المستثمر العربي والاجنبي هو اللي يخش لي. العرب بره اعمل دعايه عندهم في القنوات الاقتصاديه بتاعتهم المشهوره او المعروفه بالزبط. عشان ابتدي اجيب تدفقات ناديه في القنوات العالميه الفعل. والعربيه زي بالفعل ده اللي انا طالبه وده اللي انا عايزه المحلي. وتكون بروفيشنال، يعني معموله بشكل احترافي اكثر احترافيه واكثر دقه من خلال البنك المركزي ان يبقى في اونلاين ما بين شركات السمساره هنا وما بين البنوك اللي بره عشان يقدر يتم التحويلات والكلام ده كله. في تجهيزات وفي تحضير. انما لو عيني على المدخر المصري، انا ما اقدرش اسحب سيوله من البنوك في الوضع الحالي، ما اقدرش اسحب سيوله من البريد في الوقت الحالي. فبالتالي لو انا جبت النهارده الريتيل الصغير ده هيسحب لي من قطاع المصرف، هيسحب طيب من البريد. طيب احنا مضطرين، انا اسفه جدا يا دكتور، رغم ان احنا كنا محتاجين نتكلم عن الحمله دي، اكيد في حلقه ثانيه هنتكلم فيها مع حضرتك عن الحمله دي بالتفصيل وازاي تكون فعلا حمله صحيحه. نتمنى ان هم يعيدوا النظر فيها، وزي ما حضرتك قلت يعني يعيدوا النظر في الاخطاء القانونيه بالظبط، الاخطاء القانونيه والمعلوماتيه اللي فيها. نشكر حضرتك جدا دكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي وخبير اسواق المال. كل شكر لكم ايضا مشاهدينا على طيب المتابعه. قدما معنا النيل الاقرب اليكم، تحياتي.